انترنت، كمبيوتر وغيرها كثير من المواضيع رح نتعرف عليها بشكل مفصل اكثر مع مايا بوقتها. مايا صباح الخير. صباح النور. اول شيء يمكن بنحكي هلا عن الكمبيوتر، بنحكي عن السوشيال ميديا، امور كثيره في ناس صاروا معها وفي ناس قايلين انه بعد او خلص ما بقى وقتها، فنحن اليوم بوقتها لحتى نقول انه كل هالامور ضروري واحد حتى لو قال انه انا تاخرت يطلع عليها يعرف كل تفاصيلها. شو رح نحكي اليوم بالاجمال؟ يعني فقرتك كيف رح بتكون مقسمه؟ كيف رح نحكي عن كل هالمواضيع وليش عنا ضروري انه نقول بوقتها مع السوشيال ميديا؟ اليوم رح نبلش نفسر اول شيء يعني من الاساس، شو يعني السوشيال ميديا؟ شو يعني الكمبيوتر؟ مثل ما قلت في كثير ناس بيعرفوا بس كمان في كثير ناس بعضهم ما بيعرفوا، فحابين نبلش من الاول، شو هي هالمكنه هالاله؟ كيف تشتغل وكيف فينا نوصلها على الانترنت؟ فخلينا نبلش من الاول، شو يعني سوشيال ميديا او نيو ميديا؟ هي كلمه بنضلنا نسمعها حوالينا. كيف نتواصل مع العالم؟ يمكن معودين نعرف شو عم بيصير بالعالم عبر التلفزيون وعبر التليفون، بنتلفن لاصحابنا، هو طرق بعضهم موجودين، بس في طريقه جديده لازم نضل متابعينها يلي هي السوشيال ميديا، الانترنت، الكمبيوتر. يعني مثل ما انتقلنا بالقبل من البريد يلي كان واحد يمصل فيه من بعد ثلاث ايام الرساله من محل لمحل، بعدين صرنا بالتليفون وصرنا بالتلفزيون، اليوم صرنا بشيء اسرع بكثير يعني بكثير كم كبسه زر بنحكي مع حدا باخر العالم، يعني في ناس يمكن اولادهم بغير بلد بيحكوهم بيقعدوا معهم كانه قاعدين معهم بالاوضه من خلال هالشاشه الصغيره. هلا كثير مهم نعرف بالموضوع، ليه؟ في ناس يمكن بعضهم لهلا مثل ما بدي افرجيكم بهالرسمه انه بيقولوا انا معقول انا بدي اتعلم على الكمبيوتر، انه مش معقول انا اجي هلا اخر هالدنيا اتعلم على الكمبيوتر، مش معقول صعب كثير ما بفهمها. بس ما فيكم تتخيلوا قد ايه بينفتح ابواب قدامكم بس تستعملوا هالكمبيوتر، يعني حتى لهلا حلو الواحد يكون اب تو ديت، يعني مش حلو تكوني بعشرة عم تسمعي ناس عم يحكوا يقولوا شفت الويب سايت عامل له لايك على فيسبوك وتكوني هيك انه ايه شو يعني مش عم بفهم عن شو عم تحكوا. عم يحكي صيني يعني بالنسبه لنا. صحيح. بعدين يمكن ما واكبوا هالتطورات من اول ما طلعوا، بلش الانترنت بالتسعينات تقريبا، في ناس كانوا يمكن كبار بوقتها وقالوا خلص قد ايه بدها، ما قبضوا وجد، ما تخيلوا انه هالقد رح تصير مرحله اساسيه من حياتنا لازم نكون بنستعملها. فكروا انه هذا الشيء ممكن يعني هي مثل ما طلعت بالاول انه بس موجة رجال الاعمال او اللي كثير مهتم بهالامور هو اللي يتطرق لها، بس اليوم صارت نحن هدفنا خاصه من هالفقره انه حيلا شخص مين ما كان يكون بيعرف فيها، يعني على القليل يكون بيعرف كيف تشتغل وبمرحله لاحقه اكيد يقدروا يفتحوا يمكن شغل اونلاين يستفيدوا منها، يكون عندهم وجود بعالم الانترنت لانه هو عالم ثاني وعالم كثير اساسي بحياتنا اليوميه. فأنا حابة أطلب من الأشخاص اللي عم يحضرونا إذا عندهم كمبيوتر بالبيت أو لابتوب يحطوه حدهم ويمشوا معنا نحن عم نشتغل خطوة بخطوة لحتى يلحقوا من الأول، يعني اليوم إذا عم يلحقونا من هلا كثير منيح بعدنا مبلشين جديد. إيه أكيد هن رح يلحقونا من الأول لأنه نحن وعدناهم وهن وعدونا، ممنوع حدا يقفي ولا دقيقة. يعني عن جد حابين نوصل مع المشاهدين لمرحلة كثير كبيرة نتعرف عليهم عبر الإنترنت، نحكي معهم، نتواصل معهم بهالنيو ميديا اللي هي أساس هالفقرة. خلينا نبلش، شو يعني كمبيوتر؟ يمكن في كثير بيفكروا انه الكمبيوتر شيء مش حلو، ما بيحبوا ما بيفهموا كيف بيشتغل، بس هو بالنهايه جادجت او اكسسوار، يعني كثير ضروري يكون عندنا اياه، كيف عندنا تليفون، كيف بنحمل جزدان، لازم يكون عندنا كمبيوتر، يعني آلة كثير اساسيه بحياتنا. وكل شخص فيه لاقي كمبيوتر بيشبهه، يعني مش لازم نفكر انه يي للشغل او شيء كثير جدي، صار في منه كثير اشكال، كثير الوان، كثير قياسات، يعني حيلا حدا في لاقي الكمبيوتر اللي بيشبهه ويستعمله ويشوف حاله فيه، يعني يكون مرتاح معه مع الكمبيوتر. هلا بس نقول كمبيوتر كمان فينا نستبدله بالسمارت فون او بالايباد اللي هي التابلت، يعني القياسات والاشكال كلهم فينا نعمل فيهم نفس الشيء، يعني نفوت على الانترنت. بعدين في منه كثير اسعار وكثير يعني كثير موديلات، حيلا حدا بيقدر اذا اشتغل شوي يقدر يجي بكمبيوتر على البيت. وفي تقسيط وفي اكيد يعني هينة كله موجود، فالكل بيقدروا يحصلوا عليها اذا عن جد يعني. صحيح. رح يحسوا بالفرق انه اذا تاقلموا معها وكيف بلشوا يشتغلوا شوي خطوه خطوه ممكن انه يوصلوا لها. خلينا نحكي شوي من شو مكون الكمبيوتر. اذا بدك فينا نقسمه لثلاث اقسام يلي هو الشاشه والكبسات
والماوس او الفاره. الشاشه يعني بدنا نفكر فيها مثل شباك، كيف بس تطلعي من الشباك بتشوفي عالم ثاني، هون بس تطلعي بهالشاشه عم بتفوتي على عالم ثاني، عالم فيرتشوال. عم تفوتي على كل العالم. على كل العالم، مش على عالم واحد، يعني الشباك بيعطيك يمكن زاويه واحده. اكيد. هون عم بتفوتي على زوايا الشباك. والكبسات هنا بيسمحوا لك تتحكمي بشو عم بتشوفي على الشاشه، فيك تكتبي، فيك تعطي اوامر، يعني الكمبيوتر صاحب كثير منيح انه بيسمع منك شو بتقولي له، بتكبسي الكبسه بياخذ الامر منك. والفاره او الماوس بتكون عاده بتنشك بالكمبيوتر، فينا نهزها، او كمان هي هون الكاريه الصغيره اللي على الكمبيوتر، بس نحرك اصبعنا عليه بتتحرك الماوس او الفلاش اللي هي على الشاشه، هاي الفلاش بتخلينا نتجول بقلب هالشاشه ونتحرك فيها ونكبس وين ما بدنا على الاشياء اللي نحن عايزينه. شو الفرق بين لابتوب، ديسكتوب، تابلت؟ هو اشياء بنسمعهم كثير. لابتوب جاي من كلمه لاب، يعني حضن، يعني معمول تينحط بحضنا، صغير خفيف نظيف، يعني بناخده معنا وين ما بدنا. الديسكتوب معمول تينحط على الديسك، على الطاوله الكبيره، يعني للاشخاص اللي بدهم يقعدوا ساعات كثير طوال، بيقعدوا عندك الشاشه الكيبورد الماوس، بدك تقعدي مرتاحه، مش انه تتحمليه وتاخذيه معك. واليوم يعني صار اللي عنده بروجي اللي بده ياخذ وقته ويشتغل فيه بالمكاتب بالشغل، يعني اكيد، بس اللي حابب يجيب على بيته اكيد احسن يجيب لابتوب احيانا له. وفي بعد اصغر من اللابتوب اللي هي التابلت، مثل الايباد او كلهم صار في عندهم هلا تابلت. بعد يعني انت قاعده على طاوله التلفزيون فيك تشوف الاخبار على كل القنوات وكل الجرايد بلا ما يعني بلا ما تضطر تقلبي حتى، يعني تخيلي لاي درجه. بس اكيد هاي بنفوت فيها بتفاصيل اكثر بغير حلقه. تندور الكمبيوتر كمان مثل ما قلنا كلها قصص كبسات، يعني بصبيعنا بنتحكم بكل شيء، بس تشوفوا هيدي الصوره الدويره على الكمبيوتر بتكبسوها بدون الكمبيوتر. اذا عندكم كمبيوتر بالبيت جربوا هلا اكبسوها وشوفوا كيف. نعطيهم ثلاث ثواني تحت كل واحد يركض حد الكمبيوتر ويدوره، او اذا عنده لابتوب او اذا اللابتوب تبع مثلا اولادكم بالبيت هلا ما عم يستعملوه كمان فينا ناخده، يعني انه ونجرب نمشي معك خطوه خطوه، ما هيك؟ اكيد، يعني ان شاء الله تكونوا لهلا كسرنا هيدا خوف الكمبيوتر او هيدا الحيط اللي حاطينه بيننا وبين الكمبيوتر. يعني بالنهايه الاهل حلو يكونوا بيحكوا لغه اولادهم، واولادهم على الاكيد لغتهم هي لغه الانترنت والكمبيوتر، يعني حرام يكون في هالفرق بيناتهم، يعني بيشوفوا اولادهم قاعدين ساعات على الكمبيوتر بيقولوا شو عم بيقعدوا يعملوا قدام هالشاشه؟ ما لها معنى، بس هن لازم يعرفوا شو في ورا هالشاشه، يمكن في. انت دورتي عندك اللابتوب هلا؟ هلا دورتي باي كبسه رجعي اكدي لنا اياها. هي هون يلي شفناها على الشاشه، يعني فتشوا على هيدا الساين هون بس تكبسوه بدور الكمبيوتر. هلا ضل الكمبيوتر بس منه بعد موصول على الانترنت. الانترنت شيء غير الكمبيوتر. الانترنت شبكه كبيره وفيرتشوال، يعني وهميه، ما فينا نلمسها، بس موجوده، يعني شبكه كثير كبيره موصوله بكل العالم. بس نوصل الكمبيوتر تبعنا على الانترنت عبر دي اس ال او مودم، في كذا طريقه اليوم، بصير فينا ندخل على الانترنت. يعني بدي اياكم تتخيلوا الانترنت مثل مدينه او عالم كبير، وبقلب هالانترنت في كل شيء، في شوارع بنايات، في يعني الاختصاص اللي موجود بالشارع، يعني في انسيكلوبيديا، في جرايد، في اخبار، في تسليه، فينا نعرف الطقس اذا مسافرين على شي بلد بدنا نعرف اي تياب ناخذ، بنفوت بكم كبسه زر بنكون عرفنا كيف الطقس بهذا البلد. يعني بس نفوت نتجول بقلب الانترنت كانه عم نتجول وين ما بدنا بالعالم بشو ما بدنا من المواضيع. يعني فيكم كمان تتفرجوا على صور، تحضروا فيديو، يعني ما في. بس انا خلينا نوضح شغله صغيره للناس اللي مثل ما قلتي هلا اول مره. في اشياء فيهم يعملوها ويشتغلوا فيها على هالكمبيوتر بدون ما يكونوا موصولين على الانترنت، يعني واحد بيقدر يشتغل يحط معلومات، يحط فايلات الى اخره، هيدي مرحله. والمرحله الانترنت يلي بتفتح له هالافاق هيدي، يعني والعالم كله يلي هو قادر يشتغل فيه. مزبوط. الكمبيوتر بلا انترنت ما في فكره التواصل، في فكره انه انا بنزل صوري بتفرج عليهم، بكتب تكست بخليه عندي، بس ما في فكره التواصل. اذا بدك تحكي مع شخص ثاني عنده غير كمبيوتر ضروري يكون في عندك انترنت، يعني بتوسع كثير الاشياء اللي فيك تعمليها. بس فاذا هلا نحن وصلنا على الانترنت او بعد ما وصلنا؟ وصلنا، بدنا نوصل على الانترنت. وصلنا الكمبيوتر. وهي شغله كثير مهمه، شو الفرق بين اونلاين واوفلاين؟ يعني اونلاين بكل بساطه معناتها موصول على الانترنت، يعني اونلاين صارت كلمه دارجه بنستعملها على طول، اونلاين اوفلاين. اوفلاين يعني كمبيوتر مش موصول، هي الفكره. اونلاين يعني كمبيوتر موصول. وانا حابه اعرفكم على شخص اسمه غريس هوبر.
يعني حابة شجع سيدات ما يفكروا انه هيدا مجال للرجال مثلا. هيدي سيدة سنة 1920 اكيد هيدي اول مرة اشتغلت بمجال الكمبيوتر باول 1920 بهالسنين، كان بعده شيء كثير جديد، وهي اخترعت كثير لغات برمجة للكمبيوتر بعدهم لهلا بيستعملوها، وهي اخترعت كلمة مش اخترعت بس اكتشفت كلمة باج، يعني بيستعملوها اليوم كلمة باج تيقولوا انه في عطل، باج يعني حشرة. من وين جاية هالكلمة؟ جاية من فكرة انه من زمان الكمبيوترات كانوا كتير كبار مثل ما عم نشوف بالصور اللي عم بيقطعوا كتير كتير كبار يعني. وكان يعلق فيهم حشرات عن جد، فكانوا ينتزعوا، كانوا يفوتوا يشيلوا هالحشرات يعملوا لهم ديباجينج ويصلحوهم، فبعدها هالكلمة لحد اليوم موجودة. هلا في كثير من التعابير بعدين اذا واحد بينتبه كمان يلي موجوده هيك من هالامور يمكن الاساسيه يلي بلشت. اكيد. هلا اذا بعضهم ما اقتنعوا المشاهدين حابين نعطيهم شوي ارقام، فكره انه قد ايه عدد الاشخاص وقد ايه في كميه معلومات عن جد على الانترنت. حضرنا له الانيميشن صغيره هلا رح نشوفها، رح نشوفها سوا نتخيل تحمل الارقام. خلي الارقام هي تحكي. الانترنت بالعالم في 2 مليار شخص على الانترنت، يعني الثلث من سكان العالم موجودين على الانترنت، وحرام نحن ما نكون بين هيدا الثلث الاشخاص. اكثر شيء مقسمين باسيا اكثر شيء في اشخاص، واوروبا وامريكا، وبالبلدان العربيه وافريقيا عم بتزيد سنه ورا سنه كثير بسرعه. من بيناتهم مقسمين نص نص نسوان ورجال، بس اكثر شوي النساء على التواصل الاجتماعي. بلشنا ب 1000 مكنه 1984، اليوم صار في مليار مكنه كمبيوتر كل سنه بتنعمل، وعلى الانترنت في 250 مليون ويب سايت عم بيطلعوا، وكل سنه عم بيزيدوا تقريبا 50 مليون، يعني الانترنت مش مزحه، وافضل خيار عنا اياه انه نكون اونلاين تما نروح علينا شيء تنقدر نكبر مع هالمجال الواسع اللي كل يوم عم بيكبر وعم بيزيد. ريتا جبارة رح نحكي عنها هلا، في ريبورتاج عملناه عنها، بلشت هي ست بيت قاعده بالبيت وبتعمل حلويات. أوكي. عملت صفحه على الفيسبوك بتحط فيهم هالحلويات، وبلشت تنشر شغلها وصاروا الناس يعرفوها اكثر من خلال هالصفحه على الفيسبوك هي وقاعده ببيتها. عملنا معها ريبورتاج وهلا رح نشوفه. بلشت القصة كنا بقطر وأنا وجوزي، وكان عندي ولدين والثالث على الطريق، أعمل دي بوتي جاتو وأشياء هيك بس للعائلة والأصحاب. عرفت إنه في محل بيعطوا كورات وهي رحت درست وأخذت روا ديبلوم، واحد موديلينج وواحد كريم دو بير وواحد باتاسيو. توجينا على لبنان بلشت أشتغل كمان زيت الشيء هيك أصحاب وعائلة على الخفيف، ورجعت على باك حطيت بمحلين غراض ديكوري كانوا ريليتد لباك، العالم حبوهم كثير، وانا بقيت انه خلص عامله كونتاكت مع هول المحلين انه دائما بعرض غراض عندكم. خيي وجوزي انه لا ريتا يلا فيسبوك ويب سايت اتسيترا، لحديت ما هيك مره من عشيه ما بعرف نزلت كم صوره وفتحت جروب، وكان 12 بعد نص ليل كومنتس مبروك ريتا، انبسطت انه حسيتي شو حلو، وبلشت كل ما اعمل جاتو انه عيط لحدا يجي يصور لي انه انا ما كثير بصور حلو وهيك، وانطر انه نزل الصوره ويصير يجيني كومنتس، ومن الكومنتس يصير مثلا الفريندز تبع الفريندز يشوفوا الصور يفوتوا على الجروب، صار عندي مامبريت اكثر ممبرز بالجروب، صار يكبر في عالم يقولوا لي ما عم نلاقي الجروب من هون من بعد الجروب، يعني بعد فتره معينه وبعد ما صار عندي شغل تقريبا كل جمعه، يعني صرت عم بعمل جاتويات، صار في دي باتيم، صار في اعراس، ما عاد بس كونسنتري على بوفيه دانيفرسير وانيفرسير. فتحت اون باج كرمال لانه الباج اكسيسيبل اكثر من الجروب، العالم بيلاقوها اسرع. بالباج ببين لك انه مثلا عندي 600 مامبر، بس ببين على كل صوره كم مره انفتحت هالصوره، دونك صارت الشغله من يوميات العالم ومن يومياتي انا، عالم كل يوم عشيه انه لا ضروري نفوت نشوف ريتا نزلت ما نزلت، عالم ما بعرفهم يكتبوا لي اشياء بتطير العقل انه بدك ترد عليهم بدك تحكي معهم او يرجعوا يشوفوا الصور القديمه اللي منزلتهم.
وبتنبسط من جوا انه عن جد شغله كثير حلوه لانه ما بتتوقعها. بس بذات الوقت اكيد يعني في وقت بده ينحط على الباج والجروب. انا هلا موقفه يعني انا هلا لي 4 اشهر حطيت ان تكست لانه كنت حبلي برابع ولد بدي افصل شغلي عن بيتي بده يكبر بده يصير عندي اتوليه. زين كبرت قصة نجاح ريتا يعني كتير حلوة وفي كتير غيرها كمان. نحن بكل فقرة رح نكون عم نحكي مع ست قاعدة ببيتها أو يعني بلشت من مشي عبر الإنترنت قدرت تنجح وتوصل لمحل. وبالحلقة الجاية رح نفوت أكتر بتفاصيل كيف شو فينا نعمل من بعد ما ندخل على الإنترنت. هلأ بدنا نفوت كمان بالتفاصيل كلها حتى نعرف شو هي المواضيع يلي واحد بيقدر يلاقيها وين بيقدر يلاقيها شو هي كمان المواقع يلي لأنه ستات البيوت رح إذا هلأ تعلموا منك وقدروا يفتحوا ويشوفوا ويفوتوا على مواقع معينة في إشياء بتعطي معلومات صحيحة في إشياء لا كله هيدا رح نحكي كله رح نحكي عنه حتى كمان ما يضيعوا ويصير في كتير من المعلومات المتناقضة ببعض المحلات. نرجع نلتقى فيك لكان أسبوع مقبل مايا مثل هالوقت. رح ناخد مشاهدينا هلأ بريك.